رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا لفقره تفسير الاحلام اللي منورانا فيها مفسره الاحلام صوفيا زاده، وهتكلمنا النهارده عن رؤيه الطيور في المنام. يا صوفيا وحشتيني جدا يا جدا حبيبه جدا. قلبي، وحشتيني جدا انت جدا كمان الحمد يا لله على حبيبتي، الله سلامتك، يسلمك. ربنا يبارك لك في حبيبتي يومي يا يا رب صوفيا، ان شاء الله. حبيبتي يا صوفيا، والساده المشاهدين طبعا وحشوني كتير كتير جدا. حبيبتي يا صوفيا، حبيبتي يا قلبي، يعني منورانا كالعاده، و ده نورك حبيبه قلبي، نورك ناس والله كتير بقى بعتلك احلام، بس خلينا مفتقداكي وانت والله كمان، والله حبيبتي. والله يا صوفيا، وانا مستعده، يلا الاحلامهم يلا. يلا بس خلينا الاول نتكلم عن الطيور في يلا المنام، وبعد كده نرجع طيب ناخد شويه رسائل، وطبعا اي حد عنده حلم محتاج ان هو حاضر. يفسره تقدروا تكلمونا خلال الفقره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا عليه الصلاه محمد والسلام وعلى اله وصحبه وسلم. بصي، الطيور في المنام خير تمام، خصوصا لما تكون مش مؤذيه، تكون شكلها لطيف، تلفت النظر، شكلها يعني سرب كده، بتفرحي بشكله اصلا. ده معناه اخبار ساره متتاليه هتيجي لك الفتره اللي جايه تمام. الطيور، بصي اللي اجمع العلماء ان العصفور رجل قوي شديد المعاملة، مش هتقدر تتعاملي معاه، انسان شرس، رغم ان هو ضعيف، عصفور ضعيف، الا ان يقولك ان هو انسان شرس، وحافظ عليه وخافي عليه وخافي منه قبل ما تخافي عليه تمام. وبيبقى يا اما الزوج بيطلع، يا اما بيطلع الاب، يا اما بيطلع اي مديرك، راجل يعني مديرك في العمل، حد انت تحت امرته تمام. تمام كده. طيب الطيور الالوانات بتاعتها طبعا لو كانت ملونه وكده، ده معناه جهد بدون منفعه، يعني مش هتستفيدي من حاجه تمام. طيب صيد الطيور في المنام معناه ان الواحد يعني بالنسبه للرجال شويه كده بيحاولوا ان هم يصطادوا النساء وحاجات كده، فمش كويسه. لكن بالنسبه للمراه شافت انها بتصيد طيور، فدي بشرى ليها ان شاء الله باذن الله، انها هتجيب ماليات وهتستخدمها في امور فيها زي الحمام الزاجل، زي رسائل، زي المواقع التواصل الاجتماعي، هتحصل على ماليات يعني. حلو تمام. الحمامه احلى ما يشوف ما يرى في المنام، اجمل سلام. لما تكون حلوه وبيضه ووديعه وجميله وهاديه كده تبقى حلوه قوي. حلوة قوي. طيب معانا أول تليفون من دعاء. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صوفيا، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. بصي، أنا حلمت إن جوزي كان تعبان، وإحنا كنا في بيت قديم كده بس أكنه بتاع ماما، هو مش بتاعها بس أكنه بتاعها. وبعد كده لقيته بيقول لي تعالي معايا. بتاع ماما، بتقول كأنه بتاعنا بس هو مش بتاعنا. وبعد كده قال لي يلا تعالي معايا عشان انا هاخد ابره، فتعالي معايا عشان اسند عليكي. فانا قايمه عشان البس، لقيت العبايات بتاعتي مش موجوده. فبقول لها ماما فين العبايات بتاعتي اللي كانت هنا؟ قالت لي انا اتبرعت بيهم. عربيات العبايات.